طابت أوقاتكم، أحييكم أطيب تحية في هذا اليوم، حيث نتابع مع حضراتكم موضوعا جديدا من المواضيع التي تدخل في إطار الاستعداد للمباراة التي نتمنى للجميع حظ موفق فيها. واليوم محاضرنا هو الأستاذ ملوك، وهو أستاذ وباحث ومفتش، وموضوع الليلة هو بعنوان الوضعية الديداكتيكية. إذا أستاذي ملوك، إذا كنت مستعدا تفضل لكي أمكنك من اللاحق. مرة أخرى مرحبا بالجميع، واستفادة ممتعة، وحظ موفق لمحاضرنا الكريم، وجزاه الله خير الجزاء عنا جميعا. إذا تفضل أستاذي، لك اللاحق. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، في بداية هذا اللقاء المبارك، أحيي جميع الأستاذات والأساتذة الحاضرين معنا في هذا اللقاء الذي نتمنى أن يكون مفيدا، يكون فرصة للتطرق ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة طبعا بالموضوع الرئيسي الذي هو موضوع ديداكتيك المواد. تحياتي إلى الفريق المشرف على الغرفة الصوتية وعلى رأسهم أخي سي محمود، وكذا الفريق المرافق، سوف لن أتمكن من ذكر الجميع، ولكن أخص بالذكر الأستاذ أبو آدم، الأستاذ عبد الجبار، الذي أحييه من هذا المنبر على المجهودات التي يقوم بها يعني في سبيل تسجيل جميع المواد التي تقدمها الغرفة الصوتية من أجل استثمارها لاحقا. تحياتي أيضا للأستاذة حرية، لا أدري واش كاينة ولا ما كايناش، اللي كانت ساعدتني في واحد الفترة. ثم يعني الأساتذة يعني الآخرين المشرفين على الغرفة، والسميح اللي ما قدرتش نذكر الاسم ديالهم. كذلك أحيي الأستاذة زهرة التي سترافقني في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. أنتظر الإشارة من السي عبد الجبار، إذن هو معنا في الغرفة ولكن أريد إشارة منه. شكرا السي عبد الجبار، حتى أتأكد من أن محتوى هذه الحلقة سوف يسجل حتى ينتفع به الأساتذة الآخرون الذين ربما الظروف لم تمكنهم من الالتحاق بنا في هذا اللقاء. إذا سأبدأ بسم الله. كما هو مدون عندكم على الشاشة أن الموضوع يتعلق بالوضعية الديداكتيكية. الوضعية الديداكتيكية هي الجزء الثاني أو الحصة الثانية من الموضوع الكبير الذي افتتحت به وبالضبط منذ شهر في 11 يوليوز، وقد اخترت هذا اليوم بالضبط 11 غش حتى يكون فعلا يعني شهر على يعني ما بين العرضين، تكون فرصة لمناقشته وفرصة لي أيضا من أجل التفكير في يعني في المحتوى الذي تقدم وما سيتبعه. إذا العرض الذي سألقيه عليكم هو عرض كما ستلاحظون فيما بعد فيه كثير من التشويق. سوف يكون أو أعتمد فيه على خطاطات، سوف أبتعد عن يعني النصوص طويلة. لما للخطاطات من دور في تقريب المفاهيم يعني الأساتذة. كذلك لن أخوض في النظريات يعني المفاهيم يعني بشكل يعني كما يقال أمر عليه مر الكرام، ولكن
كما فعلت في المرة السابقة، سوف أدقق في كل مصطلح يتم استعماله. قبل إذن سأعيد إذن اسمح سأعيد نعم إذن الشريحة موجودة الآن. إذن سأذكركم ب يعني الحصة الأولى، انتظروا الشريحة. نعم، إذن هذا اللقاء الأول أو الحصة الأولى اللي يعني ركزت على المثلث الديداكتيكي، وكما هو يعني أمامكم المفاهيم التي تطرقت إليها في الحصة السالفة، إذن مجموعة من العناوين. عندنا مفهوم ديداكتيك، الفرق بين الديداكتيك والمفاهيم الأخرى المجاورة، المثلث الديداكتيكي، النقل الديداكتيكي، العقد الديداكتيكي، نظرية التعلم وعلى الخصوص البنائية، مفهوم التمثلات، مفهوم العائق. إذا هذه كلها، إذا أتمنى أن تكونوا يعني قد راجعتموها، لأن هي المنطلق في هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء ما هو إلا تتمة اللقاء الأول. فهذا اللقاء، إذا مضامين هذا اللقاء، الحصة الثانية، إذا الحصة الثانية هي هذه الوضعية المشكلة. إذا خلال هذا اللقاء إن شاء الله أو هذه الحصة سأتطرق لي إلى 3 مواضيع أو محاور رئيسية: الوضعية المشكلة، ثم الوضعية الديداكتيكية، وأخيرا تدبير الوضعية الديداكتيكية. هذه الليلة سوف لن أتمكن من الخوض في تدبير الوضعية الديداكتيكية، لأنها تتطلب وقت وشرح إلى آخره، ونظرا لطول المدة التي سيستغرقها المحور الأول الوضعية المشكلة والمحور الثاني الوضعية الديداكتيكية، إذن فسأرجئ تدبير الوضعية الديداكتيكية إلى الحصة الموالية إن شاء الله. قبل أن نبدأ أود أن أطلب من الأساتذة الكرام إحضار قلم وورقة، لأنهم سوف يحتاجونها في إحدى الأنشطة الموالية، لأنهم سيقومون ببعض التدوينات والحسابات. المحور الأول الذي سوف أبدأ به هو الوضعية المشكلة. إذن النشاط الأول هو نشاط الهدف منه هو الوعي بأهمية الوضعية في بناء التعلمات، وسأتطرق إلى يعني التعلم عن طريق الوضعيات، لأن كما سبق أن ذكرت في يعني في المثلث الديداكتيكي، في المحور الذي يهم يعني المعرفة مع المتعلم، إذا هو محور إبيستيمولوجي يتعلق بكيفية بناء المعرفة عند الإنسان بشكل عام وعند الطفل بشكل خاص. إذن في هذا المحور الوضعية، أو في إطار كما تذكرون أن المثلث الديداكتيكي استثماره حسب النماذج يعني التعليمية في النموذج التقليدي، حتى هو كاين مثلث ديداكتيكي، ولكن نطبقه ونستثمره أو نوظفه بشكل مختلف على يعني ما يمكن كيف يمكن أن نوظفه في البيداغوجيات الحديثة وفي التصورات التربوية الحديثة. إذا نحن الآن سوف لن نتحدث عن يعني
ما هو تقليدي، ولكن نتحدث عن المقاربات الحديثة التي تعتبر أن التعلم يجب أن ينطلق من وضعيات. إذن هذا هو النشاط الذي سوف أخوض فيه الآن. إذن التعلم بواسطة الوضعيات أو حل المشكلات. إذن التعلم طبيعي يتم بواسطة الوضعيات. إذن كلنا نتأمل في يعني منذ أن كنا صغارا، إذن منذ أن كنا صغارا ونحن نتعلم، ولكن هذا التعلم كيف يحدث؟ يحدث انطلاقا من مرورنا بوضعيات حياتية يومية. إذن نحن في كل لحظة في كل مرحلة إلا وتعترضنا مجموعة من الوضعيات الحياتية، يعني في الحياة ديال العيش. إذن جميع التعلمات تحدث انطلاقا من هذه الوضعيات. كما كنت قد شرحت من قبل في يعني في الحصة الأولى على أن التعلم بناء تقوم به الذات، وهي ما تقول به النظرية البنائية. إذن تفاعل الذات يعني المتعلمة مع الواقع مع الحياة، إذن هذا التفاعل هو الذي ينتج عنه بناء تعلمات. إذن هو التعلم يحدث بشكل طبيعي عفوي، فقط تعلم اللي عندنا في المدرسة هو تعلم يعني رسمي، تعلم يخضع لمجموعة من القواعد العلمية، ولكن تعلم في حقيقته هو ظاهرة طبيعية من خلالها نبني معارفنا، نبني شخصيتنا إلى آخره. إذن التعلم لا يتم بشكل كلي، وإنما يتم على شكل اكتسابات جزئية يشكلها المتعلم في قالب بنائي. طبعا أنه خبرات الحياة أو خبرات المكتسبة انطلاقا من التعلم، أي من الوضعيات، هي خبرات إذا خبرات نكتسبها بشكل تدريجي بشكل تراكمي. وكل تعلم جديد إلا وسوف يكون مقدمة لتعلم لاحق، وهكذا. إذن بهذه الطريقة تنمو تعلماتنا، تنمو انطلاقا من التجارب، ثم ينمو طريقتنا لإدراك العالم الخارجي، ينمو طريقة التعامل مع الوضعيات التي سوف تعترضنا مستقبلا. بمعنى الخبرات التي اكتسبناها في مرحلة سوف نوظفها في مرحلة لاحقة، وهكذا. إذن المعرفة الأولية تعتبر قاعدة الأساس التي تبنى عليها المعارف اللاحقة. إذن لا يمكن أن نبدأ من فراغ. إذن دائما تكون عندنا تعلمات في مرحلة أولى. هذه التعلمات نكتشفها لأول مرة، بعد ذلك كما كنت شرحت فيما قبل، إذن نكتسب في المرة الأولى، نبذل جهد، بعد ذلك نستدمجها، تدخل ضمن البنية المعرفية لنا، وبعد ذلك تصبح جزءا منا، معناه نستمرها ونستعملها في الوقت المناسب أثناء مواجهة وضعيات لاحقة. إذن لبناء المعرفة يجب تجميع كل الأجزاء في قالب معرفي كلي. إذن هذا القالب المعرفي الكلي مع النمو المعرفي، لأن يعني المعرفة في الذهن هي تنمو تتكاثر أجزاؤها، تكثر ترابطات يعني في الدماغ. وهنا بالمناسبة
يعني باش نعرفه ان حسب يعني العلوم المعرفيه للنيورو سيونس انه كل معرفه جديده الا والدماغ يشكل لها رابط، معنى يعني التعلمات الجديده الخلايا الدماغيه بيناتها تشكل روابط عصبيه، وهذا يعني المعرفة كلما إذا وظفناها أكثر واستعملناها أكثر إلا وهذه الروابط سوف تقوى، وبالتالي يصبح يعني التوظيف ديالها يصبح يعني بشكل سلس، وبعض الأحيان يصبح بشكل آلي يعني غير مفكر فيه. إذا الصوت مزيان، الصوت هل تسمعونني؟ الصوت واضح، الصوت واضح. إذن هل أستمر؟ أوكي. هل يعني الشرح الذي سبق كان واضحا، يعني الصوت أقصد الصوت؟ أوكي، إذا أكمل. شكرا على التنبيهات. إذا استسمح أنه في بعض الأحيان لا يعني لا أتمكن من قراءة الرسائل، إذا استسمح. إذا نكمل العرض بإذن الله. الآن إذا النشاط الثاني سوف يكون الهدف منه هو استكشاف تمثلات المشاركين حول الوضعية المشكلة، لأن كما قلت لكم أنه سوف نبدأ بالوضعية المشكلة لأن هي الأساس، بعد ذلك ننتقل يعني الخاص الحالة الخاصة اللي هي الوضعية الديداكتيكية، لأن الوضعية المشكلة تنقسم إلى عدة أنواع. إذا السؤال وهو ماذا تعني لك الوضعية المشكلة؟ وهنا سوف أحيل الخط للأستاذة زهراء من أجل تنظيم النقاش حول الوضعية المشكلة. هنا تلاحظون في الرسم أنه وضعت الوضعية المشكلة في دائرة وسط، وفي الجوانب درت دوائر تحيط بها. إذا يكفي أنه نعبر فقط بكلمة أو مفهوم فقط، إذا كلمة واحدة تكفي، ومن أراد أن يشرح دون أن يتعمق فمرحبا بمداخلتكم. إذا أحيل اللقط إلى الأستاذة زهرة، تفضل. شكرا أستاذ الكريم. إذا اليوم سنخرج عن الطريقة النمطية وسيكون هناك تفاعل مباشر. ننتظر إذا مداخلة السادة الأساتذة الكرام، كل واحد منهم ماذا تعني لك الوضعية المشكلة؟ إذا اللقط حر لمن أراد التدخل. نعم، إذا اللاقط حر لمن أراد أن يعرف الوضعية المشكلة ماذا تعني بالنسبة له، أو ماذا يعرف عن الوضعية المشكلة كتعريف لها. إذا ما ستكتبونه ستقولونه شفويا بطريقة مباشرة. إذا لمن أراد التدخل أستاذ عبد الجبار يقول مشكل صوت عند المتتبعين. نعم، إذا هذا مشكل صوت، يعني الصوت جيد بالنسبة لنا، ولكن يعني هذا مشكل تقني خاص بالسادة الأساتذة الذين يعانون من هذا المشكل. إذا لم تكن هناك المداخلات
سأسلم إذا الناقد للأستاذ ملوك حتى يعني لا نضيع الوقت كثيرا. تفضل أستاذي الكريم. نعم، إذا قلت ليس هناك مشكل في الصوت بالنسبة للأستاذ ملوك، فقد كنا نسمعه جيدا، الصوت كان يعني واضح وجيد جدا. بالنسبة لمن لديه مشكل يعني فهو مشكل يعني خاص به. تفضل أستاذي طالب علم، لك اللقب. شكرا أستاذ، شكرا أساتذة الكرام. هل الصوت واضح من تأكيد؟ حتى لا أطيل، الوضعية المشكلة بالنسبة لي السلام عليكم. الأستاذ طالب علم أظن أنه طار بسبب الصبيب ربما. تفضل أستاذ طالب علم. إذن أعيد، بالنسبة للتعريف الوضعية المشكلة بالنسبة لي هي إثارة انتباه المتعلمين من خلال وضعهم أمام مشكل الهدف منه هو خلخلة توازنهم المعرفي، يعني وضعهم في مرحلة لا توازن، مما يثير تساؤلات التي هي عبارة عن تمثلاتهم بالنسبة لذلك المشكل. وشكرا. السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟ نعم، أشكركم على هذا العرض القيم، وفيما يلي تمثل الوضعية المشكلة بالنسبة لي مجموعة مسيقة من المعلومات تتطلب من المتعلم تحديد مفاهيمها والبحث عن حل للمشكل من أجل مواجهة وضعيات حياتية. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، مش الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ تأكيد من فضلكم. نعم، إذا بالنسبة لي الوضعية المشكلة هي وضعية تعليمية تعلمية بالأساس، وهي تسعى إلى تحقيق أهداف معينة، إما إلى إكساب المتعلمين تعلمات جديدة، أو إلى تقويم تعلمات تم اكتسابها، التحقق من مدى اكتسابها، أو إدماج تعلمات. هنا كندخل أنواع وضعيات، فهذه الوضعية المشكلة أيضا تتم في سياق زماني ومكاني، قد تتم داخل القسم أو خارجه، والزمان يتم تحديده من خلال التخطيط الذي قام به الأستاذ. وشكرا لك. السلام عليكم، شكرا أستاذ الفاضل على العرض القيم. بالنسبة للوضعية المشكلة كما يدل على ذلك اسمها، فهي وضعية من بين مميزاتها أنها تكون جديدة، تتضمن تحدي إيجابي للمتعلم، كما تتضمن معارف يراد بناؤها من قبل المتعلم، وتتضمن أيضا سياقا. شكرا. نعم، إذن بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأساتذة الكرام على المداخلة القيمة. وانطلاقا من هذا التسخين، هذا نشاط تسخيني
الهدف منه هو صبر تمثيلات المشاركين حول الوضعية. الحمد لله أن جميع المداخلات أصابت الهدف. كاين بعض الاختلافات، ولكن هذه الاختلافات يعني طفيفة، ولكن يعني بشكل عام أن الإدراك الجامع للوضعية المشكلة انطلاقا من جميع المداخلات، السي محمد، السي رشيد، السي عبد الصادق، إذن كلها كانت صائبة وفي الصميم، إلا أن فيها بعض الـ يعني التفاصيل، وهذه التفاصيل هي اللي غادي إن شاء الله سوف أتركها إلى ما بعد. إذن تم ذكر بالإضافة إلى الأساتذة الذين عبروا من خلال الكتابة، إذن هي تحفيز. نعم، الوضعية المشكلة هي مشكلة، وضعية مستقاة من الواقع، تنطلق من الواقع، تضع المتعلم أمام تحدي. وضعية هي عبارة عن صعوبات. الوضعية المشكلة هي علاقة الذات بالمحيط، هي سياق، دالة، إطار انتباه، خلق التوازن المعرفي للمتعلمين، تساؤلات إلى آخره. بالنسبة للأستاذ رشيد، مجموعة مسيقة من المعلومات، معنا في يعني منظمة في يعني في معلومات منظمة في إطار سياق معين، القصد منها أن نمكن المتعلم من البحث عن حل من أجل مواجهة وضعيات حياتية، بمعنى إكسابه كفايات. رشيد يعني في نفس الإطار، وضعية تعليمية تعلمية تسعى إلى تحقيق أهداف معينة، وهذه الأهداف تكون إما بناء تعلمات جديدة أو تقويم تعلمات أو إدماج تعلمات. بالنسبة للأستاذ عبد الصادق، أنها يعني تقدم معارف جديدة، أنها تخلق تحدي، بناء معارف، إطار سياق معين. إذن هذه كلها تعابير وتنم على أن الأساتذة الكرام يعني متمكنون من إدراك والوعي بالوضعية المشكلة. إذن سوف أنتقل إلى ما علاقة الوضعية المشكلة ببيداغوجيا المشكلات. إذا نحن يعني شكرا للأستاذ فوبيو على هذا السؤال. إذا عندما نتحدث على الوضعية المشكلة والمشكلات، نحن في إطار بيداغوجيا الوضعيات أو بيداغوجيا حل المشكلات. إذا كل ما سوف نتطرق إليه من الوضعيات هو يدخل في إطار بيداغوجيا الوضعيات، وكل المعلومات والمعارف والمهارات اللي غنتكلم عليها هي مستقاة من بيداغوجيا الوضعيات، باش الأساتذة يكونوا عارفين الإطار اللي احنا نتكلموا فيه. إذا النشاط الثاني، إذا النشاط الثالث، النشاط الثالث هو الهدف منه هو التمييز بين الوضعية والوضعية المشكلة. إذا عندنا جوج ديال المصطلحات، عندنا الوضعية وعندنا الوضعية المشكلة. إذا ما هو الفرق بين الوضعية والوضعية المشكلة؟ إذا بنفس الطريقة سأحيل اللاقط للأستاذة زهراء من أجل تنظيم النقاش حول الفرق بين الوضعية والوضعية المشكلة. إذا إليك اللاقط يا أستاذة. مرحبا أستاذ الكريم، إذا اليوم راه عندكم امتحان التقويم ديال الصح. إذا السادة الأساتذة يعني تفضلوا بالإجابة على السؤال المطروح أمامكم، ما هو الفرق بين الوضعية والوضعية المشكلة؟ إذا هي فرصة لاختبار معلوماتكم، في نفس الوقت هي يعني ستساهم في ترسيخ المعلومات بطريقة يعني لا يمكن نسيانها. اللاقط حر لمن أراد أن
يعني يتدخل في الموضوع، يعني الفرق بين الوضعية والوضعية المشكلة. يعني إذن هناك أستاذ مصطفى يقول الوضعية هي السياق. يعني تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ جيد. إذا أشكر الأستاذ فاضل على عرضه الطيب وعلى معلوماته وشروحاته الكافية الوافية. أشكر جميع الأساتذة الحاضرين معنا في الغرفة. إذا باختصار بالنسبة إلي، الوضعية تنقسم إلى قسمين، هي الوضعية والوضعية المشكلة. تصبح الوضعية مشكلة عندما نلمس فيها نوع من التحدي، أو نجعل التلميذ أو المتعلم أمام صعوبة ينبغي عليه تجاوز عائق لبناء واكتساب معارف جديدة. الوضعية المشكلة تنقسم بدورها إلى قسمين، هناك وضعية مشكلة ديداكتيكية والتي يتم من خلالها تعلم مفهوم، بمعنى عندما نريد أن ندرس المفهوم فإننا نوظف بالضرورة وضعية مشكلة ديداكتيكية. وهناك صنف ثاني في الوضعية المشكلة، ألا وهو صنف وضعية مشكلة مركبة، ولها هي شروط معينة ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار درجة في التركيب، لأنها تصلح في آخر المطاف إلى درجة التمكن من الكفاية. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أستاذ أحمد على المداخلة. إذن وقد مرت هناك يعني كتابة تتضمن تعريفا للوضعية والوضعية المشكلة. فهناك أستاذ موسى يقول الوضعية المشكلة مشكلة حقيقية، أما الوضعية فهي عادية. أيضا أستاذة فاطمة تقول الوضعية ما يدل على العلاقات التي تقيمها الذات مع المحيط الاجتماعي والمادي. أستاذ مصطفى يقول الوضعية هي السياق. إذا تفضل أستاذ كاجور. السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟ والصوت مسموع أساتذتي؟ نعم، شكرا. أود أن أشكر الأساتذة أجمعين والأستاذ ملوك خاصة على هذا العرض القيم. أما بالنسبة لي فالوضعية هي موقف يوضع فيه المتعلم، قد يطرح له مشكلا وهنا يصبح وضعية مشكلة، أي هو موقف تعليمي تعلمي يواجه فيه المتعلم مشكلا يجعله يغوص في الصراع المعرفي، أي أنه يجد نفسه أن مكتسباته السابقة غير كافية لحل هذا المشكل الذي أثارته له هذه الوضعية، مما يتطلب معرفة جديدة. وشكرا. نعم، إذا شكرا على المداخلة القيمة. ودابا غادي نقول لكم واحد يعني الكلام. تبارك الله عليكم جميعا الذين تدخلوا عن طريق الصوت أو الذين تتبعتوا ما كتبوه على اللوحة. إذا فعلا أن يعني هاد إذا اعتبرناه تقويم ان يعني الاساتذه ديالنا والاستاذات الكريمات يعني بداوا يبحثوا في هذه المفاهيم، وان بدا نوعا ما الوعي بهذه المفاهيم. اذا من هنا سوف لن اعطيكم الاشياء الكثير، ولكن اقوم فقط بضبط وترتيب بعض المفاهيم فقط، ولكن هو المفاهيم بشكل عام بشكل عام الأساتذة هادشي اللي قالوه يعني مشجع ويثلج الصدر. فعلا
هنا باش غادي نزيد نوضح، سوف أنتقل إلى الشريحة الموالية، الفرق بين الوضعية المشكلة والوضعية الإدماجية. هي غادي نخليو من بعد الأنواع ديال الوضعيات، نخليو الآخر نتمشاو شوية بشوية، نبني العرض. الآن نحن في الوضعية المشكلة، ولكن لا بأس أنه نتكلم عن الوضعيات، لأن حتى هذه الوضعيات ما يسمى بالوضعيات العادية هي أيضا لها حضور في دروسنا اليومية. وربما اللي غائب، ربما الغائب الأكبر، ربما الأساتذة الكرام كما قلت أن يعني على المستوى النظري الحمد لله هذاك الشيء اللي قلته يثلج الصدر على المستوى النظري، ولكن هل هذا هو السؤال، هل داخل أقسامنا هل نشتغل بالوضعية المشكلة؟ انطلاقا من خبرتي بالميدان، يعني خبرتي الطويلة بالميدان، أن أغلب الوضعيات التي يشتغل بها الأساتذة هي وضعيات عادية وليست وضعية مشكلة، وهذا اللي غادي نشرحه فيما بعد. إذن انظروا معي هذه الصور. إذن حاولت أن أشخص هذه الوضعيات انطلاقا من بصور. إذن بصور. إذن الوضعية، تلاحظون هنا شخص يحمل محفظته، إذن هو عائد من، يبدو أنه عائد من العمل ويقصد بيته أو شقته، لأنه انطلاقا من الصورة هو يسكن العمارة، أو قد يكون في حاجة إلى مرفق معين وهو يدخل هذا المرفق، ولكن يبدو من خلال الصورة أن الشخص يعني في أغلب الاحتمالات أنه عائد إلى منزله. الصورة الثانية، شخص يريد أن يفتح الباب. إذن عندما نكون في هذا المستوى في إطار يعني الأعمال العادية كما تلاحظون هنا، عملية الرجوع إلى البيت نقوم بها في كل يوم، عمليات فتح الباب نقوم بها في كل يوم، إذن هذه نسميها وضعيات. إذن نحن في الحياة بشكل عام في كل لحظة نمر بعدة وضعيات، الوضعيات العادية يعني السلسة التي لا تستدعي مجهودات وبسيكولوجيا إلى آخره. ننتقل الآن إلى الوضعية المشكلة. الوضعية المشكلة، هذا الشخص إذن بعد العودة إلى منزله أراد أن يفتح الباب، ولكن الباب لم ينفتح، إما لأنه سقطت منه المفاتيح أو نسيها في العمل أو في السيارة أو إلى آخره، أو أن المفتاح لم يعد يشتغل. إذن هنا هذا الشخص، إذن الحالة النفسية لهذا الشخص يكون متوتر. إذن عندما يحدث التوتر نعرف بأننا في وضعية مشكلة. إذن الوضعية الأولى كان ارتياح هدوء، ولكن في الوضعية الثانية هناك ارتباك وهناك حيرة إلى آخره، معنى أن الوضعية النفسية في الوضعية المشكلة تختلف عنها في الوضعية العادية. هذا الشخص عنده مشكلة، هل سوف يستسلم؟ بالطبع لا، سوف يستسلم، لأن هو يجب عليه أو يحتاج إلى الدخول إلى المنزل ليستريح. سوف لن يبقى في العراء، ولكن متعب، يريد أن يغتسل، يريد أن يأكل إلى آخره، معناه هو في حاجة إلى المنزل. إذن من هنا تبدأ الاستراتيجيات، يطرأ الفكر والعمل من أجل حل.
إذن هنا سوف ينطلق إلى البحث عن الحل. تلاحظون هنا الصور أن عندنا عدة استراتيجيات للحل. إذن قد يعتمد على استراتيجيات أقل تكلفة بحال هذه وهذه أقل تكلفة، وقد يعتمد على استراتيجيات أكثر قوة و يعني أكثر تكلفة مثل كسر الباب. إذا غادي يجيب واحد المارطو ولا شي فاس وسوف يكسر الباب ليحمينه، أو يستعمل قوته البدنية من أجل إسقاط الباب أو دفعه إلى آخره. إذا البحث عندما نكون بصدد إيجاد حلول للمشاكل إلا ونفكر في مجموعة من الاستراتيجيات، وهنا يعني الحالة النفسية التي يكون عليها يعني الفرد يعني في المشكلة هي التي ستحدد الطريقة التي سوف يعالج بها المشكلة. فقد إذن الحالة مثلا إذا كان هذا التوتر الذي حدث له فايت القياس، إذن زائد عند ذلك سوف تتعطل عنه الاستراتيجيات الهادئة وسوف يستعمل استراتيجية القوة. إذن من هنا، وهذا بالنسبة لي يعني درس ليس فقط اللي غادي نوظفوه مع المتعلمين ولكن لنا جميعا، أنه عند حدوث مشكلة كيفما كانت هذه المشكلة يجب أولا أن نضبط أنفسنا، يجب أن لا نترك الغضب والحيرة وال يعني الارتباك يصبح سيد الموقف، وإلا سوف لن نستطيع من بل قد نزيد في المشكلة مشكلة أخرى، قد تتعقد المشكلة الأخرى إذا كنا نعالجها بشيء من الارتباك. إذا ولذلك أنه إحنا يعني في الحياة بشكل عام عندما تواجهنا مشاكل يجب أن نضبط أنفسنا، يجب أن أول نفكر، يعني هناك قواعد التفكير في مواجهة المشكلات. أول شيء أن لكل مشكلة حل، إذن هذا يعني من القواعد اللي خصنا نعرفها. ثم كما يقولون سي با لا فان دو موند، راه ما غاديش النهاية ديال العالم، ولكن نحن باستمرار نواجه المشكلات وليست المشكلة الأولى وسوف لن تكون المشكلة الثانية. نفس الشيء هذا من اللي نبغيو نطبقوه على الممارسة ديالنا، أنه الأطفال من اللي غادي نديرهم في الوضعية المشكلة يجب أن لا يكونوا تحت الضغط الشديد، يعني واحد الضغط اللي ربما غادي يكون الضغط ديال الوضعية ثم الضغط ديال الأستاذ، الأستاذ بالطريقة ديالو ديال اللي غادي يجبر الأطفال مثلا على الحل أو العقاب أو وهذه اللي غادي يعني نشوفوها فيما بعد. معنى أن الطفل إذا ما وفرنالوش الجو ديال الأمن يعني في أثناء الاشتغال على الوضعيات فسوف لن نحقق الهدف والجدوى من الوضعيات، لأن يعني من الأهداف الاشتغال بالوضعيات هي أن الطفل أن نعلمه عند مواجهة الوضعية بشكل عام كيف سيواجه هذه الوضعية. إذن بالهدوء بالتفكير باستعمال مجموعة استراتيجيات إلى آخره التي ستمكنه من إيجاد من حل المشكل، وقد لا يحل المشكل وهذا كما يقول ليس نهاية العالم. إذن يجب يعني في التربية أو هذه اللي غادي نعرض لها في واحد شريحة مقبلة، أن الطفل أن قد لا يحل المشكلة ولكن لا يهمنا، ليس الحل في حد ذاته ولكن الطريقة والآليات والاستنفار يعني القدرات العقلية والوجدانية والحسية الحركية في مواجهة هذه الوضعية. إذن أنتقل إلى يعني من الصور إلى محاولة وضع خطاطة توضح لنا يعني العلاقة ما بين أو التمييز بين الوضعية والوضعية المشكلة. إذن الوضعية العادية
التي نسميها الوضعية العادية، هي مجموعة أحداث وظروف وشروط وعلاقات ملموسة، معنى واقعية يعني إنسان يعيشها. هذه الأحداث يتواجد ضمنها شخص أو مجموعة أشخاص. إذن شخص بحال اللي شفنا، أنت راجع للدار ديالك، جيت تحل الباب ما لقيتش الساروت أو ما بغاتش تفتح الباب. إذن هذه الوضعية المشكلة، ولكن نتكلم على شخص معنى الوضعية العادية بحال الشخص اللي شفناه غادي للدار ديالو. قد يكون شخص، قد يكون مجموعة أشخاص سائرون في رحلة، غاديين في واحد الرحلة. إذن هاي الوضعية عادية، غاديين وتجمع مجموعة من الأشخاص. إذن هذا النوع ديال الوضعيات العادية هي وضعيات عادية روتينية. إذن من يكونوا في هذا النوع ديال الوضعيات، الأفعال والسلوكات الصادرة عنا يغلب عليها الطابع الآلي. إذن الطابع الآلي، هذاك الشخص من يكون جاي للدار ديالو ما غاديش يفكر، حتى من غادي يبغي يفتح الباب ديالو غادي يفتحها بدون أن يفكر. ولكن ملي ما غاديش تسد له الباب، هنا التفكير يبدا يخدم. علاش؟ لأنه في مشكلة، لأن راه في واحد المشكلة اللي الأفعال والسلوكات الآلية لم تنفعه في هذا الأمر. إذا من هنا ينتقل إلى أفعال أخرى، ما يسمى بالأفعال الاستراتيجية، وهذه اللي غادي نوضحها في يعني في الفرق ما بين الوضعية والوضعية المشكلة فيما يخص الأفعال. الوضعية المشكلة، إذا الوضعية المشكلة هي وضعية عادية بحال هذه، ولكنها فيها إشكال أو مشكلة. إذا الوضعية المشكلة هي غير عادية وغير متوقعة. إذا ما غاديش نتوقع ماذا سيحدث. إذا عندما يكون عندنا مشكل، المشكل لن أو يعني لا نتوقعه. إذا عندما نكون بصدد حل وضعية مشكلة، يعني وضعية غير عادية، وضعية غير متوقعة، إذا سوف نعتمد على معارف سابقة، ثم نعتمد على استراتيجيات. إذا المعارف هي كل ما عرفناه، ثم الاستراتيجيات. إذا عندما نستعمل استراتيجيات هنا يبدا التفكير. لان في يعني احنا يعني في اطار التعلم، ماذا يحدث في التعلمات عندما نتعلم شيء جديد؟ يعني في البدايه مثلا السياقه، عندما نتعلم السياقه، اذا السياقه في الاول، هذاك اللي يكون يتعلم اول مره السياقه، عندما يريد ان يحول السرعه فانه يفكر، ولكن مع الممارسة ينتقل من التفكير إلى الآلية. إذا نحن في الحياة بشكل عام، التعلم لأول مرة نتعلمه باستراتيجيات، ولكن عندما نتحكم فيه ويدخل ضمن البنية المعرفية يصبح آلية من الآليات التي لا نحتاج إلى التفكير من أجل القيام بها. إذا هذا هو الفرق ما بين الوضعية وما بين الوضعية المشكلة. في الوضعية الأفعال والسلوكات تكون يطبع عليها الطبع الآلي، ولكن عندما نكون في الوضعية المشكلة هنا نستحضر المعارف السابقة التي في بعض الأحيان سوف لن تكفينا أو لن تسعفنا في إيجاد الحل، ثم الاستراتيجيات. الاستراتيجيات معنى الابتكار، يعني كيف نستثمر تلك المعارف السابقة ثم نضيف إليها من أجل حل المشكلة. إذن هذه هي الاستراتيجيات. أتمنى أن يعني هذا الشرح يكون قدم الفرق الواضح بين الوضعية والوضعية المشكلة. إذن ننتقل إلى يظهر أن إذن سأعيد تحميل. إذن أعتادي سوف أفتح في انتظار إعداد الشرائح الموالية، سوف أعطي
أحيل لاقط إلى الأستاذة زهراء من أجل النقاش، وفي نفس الوقت أنا أحاول أن أعد الشريحة. محمد إبو، وشكرا لجميل تفاعلكم أساتذتي الكرام، واللاقط حر لمن أراد أن يتدخل في الموضوع أو أراد أن يضيف شيئا، فاللاقط في متناولكم أساتذتي الكرام. إذا تفضلي أستاذتي بسمة. أستاذة بسمة، كنت تطلبين اللاقط وأغتنمها فرصة لأعرف بالأستاذ محمد ملوك، فهو مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، حاصل على شهادة مقياس ستانفورد نيه النسخة 5 لقياس الذكاء، حاصل على دبلوم محلل برامج ومكون رئيسي في برنامج جيني، كان من السباقين على مستوى الوطني في نشر وتقاسم مجموعة كبيرة من الوثائق البيداغوجية ابتداء من سنة 2004 عبر موقع في خدمة المدرسين. إذا أنا أقدم فقط ورقة تعريفية في انتظار أن مداخلات السادة الأساتذة الكرام، لنعلم أننا محظوظون جدا لأننا يعني لحضور الأستاذ ملوك معنا في الغرفة الصوتية. قلت أيضا فالأستاذ له عدة بحوث ومصوغات تكوينية ومقالات تربوية وكتاب حول بناء المناهج وفق المقاربة بالكفايات، صدر سنة 2006. أيضا شارك في العديد من برامج التعاون الدولية، أشرف على تأطير العديد من اللقاءات التكوينية ومشاريع وزارة التربية الوطنية. حاليا هو مستشار بيداغوجي لسلسلة التفتح والإبداع من إنتاج المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. السلسلة موجهة إلى تنمية شخصية الطفل، يعني الطفل، التربية ما قبل المدرسية بالاعتماد على بيداغوجيا المشروع. إذا نحن معنا يعني هرم نشكره جزيل الشكر لحضوره في الغرفة الصوتية. إذا تفضل أستاذ ملوك. إذن شكرا جزيلا، أعتذر عن القطع لأن وقع بلونتاج ديال البرنامج فاضطررت إلى إعادة تشغيله من جديد. إذا سوف أستمر. يعني فيما سبق الأنشطة الأول والثاني والثالث، يعني حاولت أن يعني أن نحاول أن نقارب أن نقارب الوضعية المشكلة، علاقة الوضعية المشكلة بالوضعية العادية إلى آخره. النشاط الرابع ربما هو الذي يكون أكثر إثارة وتحفيز للمشاركين، لأنني سأضعهم في مشكلة. إذا شفنا دابا، شفنا المشكلة، شفنا كيفاش نتعامل مع المشكلة، الآن سوف أرى كيف أنتم ستتعاملون مع هذه المشكلة. إذا المشكلة هي وضعية سوف أنطلق منها في ما سيأتي من العرض. إذا الوضعية عنوانها الصديقان. إذا أطلب منكم التركيز معي جيدا
في قراءة الوضعية سوف أقرأها وأنتم تقرؤون معي، وفي نفس الوقت سوف أطلب منكم حل هذه الوضعية. إذن سوف تحتاجون إلى قلم وورقة. إذن هل أنتم مستعدون؟ هل الأوراق والأقلام حاضرة؟ نعم. إذن على بركة الله. إذن أعتذر عن لأن إذن أعيد الشرائح حتى أصل إلى المطلوب، الشريحة المطلوبة. نعم. إذن فلنستمع. التقى صديقان في الشارع صدفة بعد مدة طويلة من الغياب عن بعضهما البعض، وقد دار بينهما الحوار التالي. سمير، كيف هي أحوال أسرتك يا أحمد بعد كل هذه المدة؟ أحمد، الأسرة تنمو والحمد لله. سمير، صحيح. كم أصبح عندك من الأولاد؟ أحمد، 3. سمير، كم هي أعمارهم يا أحمد؟ أحمد، إذا ضربت أعمارهم ستحصل على 36. سمير، لم أتقدم كثيرا. أحمد، إذا جمعت أعمار أولادي يكون المجموع مساويا لعدد نوافذ العمارة التي تقع أمامنا الآن. سمير، ما زلت لم أتقدم بعد. أحمد، ولدي الأكبر له عينان خضراوتان. إذن المطلوب المرجو من الأساتذة الكرام أنهم يتبعوا المطلوب، لأن هي التعليمة اللي خص الجميع يلتزموا بها في إطار العقد الديداكتيكي. إذن أذكركم بالعقد الديداكتيكي. العقد الديداكتيكي أن كل طرف فينا إلا عنده دور. إذن الدور ديالي هو أنه نعطيكم المشكلة، نشرح لكم المشكلة، ولكن لا أقدم لكم الحل. ودوركم أنتم هو تجيبون عن المطلوب. إذن تجيبون عن المطلوب. المطلوب هنا واضح، بماذا سيجيب سمير؟ أوكي. إذن غادي نولي نشرح الوضعية. هادو جوج ديال الأصدقاء إذن بعد مدة تلاقوا وبدات أسئلة حول العدد ديال أفراد الأسرة. لم أتقدم بعد معناها أنه مازال ما وصلتش، ما بلياش كما تقولون، ما بلي والو. إذن في كل مرة كانوا يعطيه معلومة، الآخر كان يحتاج، عندما يحتاج إلى معلومة كان يقول له لم أتقدم بعد، فكان أحمد يعطيه المعلومات. إذن أحمد هو الذي كان مصدر المعلومات. أنتم خارج هذه الوضعية. إذن أنتم خارج هذه الوضعية، لو كانوا داخل الوضعية يكون عندكم موقف أو يكون عندكم رؤية، ولكن من خارج الوضعية تكون عندكم رؤية أخرى. هذا كله سنناقشه فيما بعد. إذن الآن سوف أفتح المجال بالنسبة للكتابة. أطلب من أستاذة زهرة تسجل لي يعني المداخلات يعني ديال، ثم بالنسبة اللي بغاو يدخلوا غادي نعطيهم الميكروفون باش يحاولوا يوضحوا لنا بماذا سيجيب سمير. إذن أعيد وأكرر، أي مداخلة لن تتقيد بالمطلوب سوف تكون يعني مرفوضة، يعني لا نعتد بها. إذن بماذا سيجيب سمير؟ إذن سأحيل اللاقيط إلى الأستاذة زهرة من أجل
السلام عليكم. الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ نمرر الإجابة، هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم. نعم أستاذ، الصوت كان مسموع. إذا كنت تريد النقاط فتفضل أستاذ حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الشكر الجزيل للأستاذ الكريم محمود، ومرحبا بأهل مدينة وجدة. على ما كنظن المطلوب لماذا سيجيب سمير، كنقول من بعد ما يرفع النظر ديالو لعدد نوافذ العمارة غادي يقول 2 3 6، بمعنى أن الولد الصغير 2 2 في 3 تعطينا 6 6 في 6 36، المجموع هو 11 نافذة، يعني 11 مجموع أعمار للأطفال. وهذا هو اللي بان لي كجواب، جواب 2 3 6. نعم، إذا أنتظر المداخلات. هناك مجموعة من الرسائل، أغلبها أنه يقول أن المعلومات ناقصة، وهناك من لم يتقدم بعد. سيقوم سمير سيجيب بأيضا لم أتقدم بعد، سيقوم بحساب عدد نوافذ العمارة. خالد، كل الأجوبة كيفما كانت فهي صحيحة. رشيدة، لم يجد مشكلا منذ البداية، هذيك تتكلم على الصوت. طالب علم، لم أتقدم بعد. سمير، لم أتقدم بعد. ما زلت لم، هذا محمد، سي محمد هو لم يتقدم بعد. خالد، الوضعية المشكلة لا تضمن سياق ذو معنى، يعني السياق سي خالد. وما علاقة لون العينين بالسن؟ نعم، هذا سؤال، سؤال ولكم أن تجيبوا عنه. الله قد سي عبد الجبار، حرية. سيجيب سمير بما لا، بما علاقة العينين بعمر الأطفال. إذا فاطمة، فاطمة ماجد، الوضعية غير دالة. إذا كاين لم، هشام ناظر لم أتقدم بعد. إذا من قواسم 2 6 2 3 6، إذا نفس الجواب بحال الأستاذ اللي، التعقد غير واضح، عنصر مشوش، معطيات ناقصة، هذا عنصر مشوش. الجواب وما علاقة ذلك ذاك بذلك. المهم هو المتعلمين يجب أن يطرحوا فرضيات وتخمينات. سيموسا، شكرا على الملاحظة. خلل في العقد، فوبيو، لا، خلل في العقد الديداكتيكي. بسم الله، سيجيب سمير بتحديد عمر كل واحد من أبناء أحمد. إذا كم هو هذا العدد؟ حرية، هناك من يطلب اللاقط. إذا أعطيكم
السلام عليكم ورحمة الله. أمسية تربوية مجددة للأساتذة الكرام. إذا بالنسبة إلي فإنني سوف أركز على التعليم المطلوب. بماذا سيجيب سمير؟ سمير قد يجيب بأي جواب كيفما كان، نحن قد يجيب فقط الحمد لله مثلا. وهذا المثال يفكرني في ذلك الامتحان الذي يطلب من الممتحنين إنجازه في 3 دقائق مثلا. يكون هناك 30 سؤال، مجموعة من الأسئلة في ثقافة عامة مختلفة، بحيث يكون السؤال 29 والسؤال 30 هو شطب عن الأسئلة أعلاه مثلا وأجب عن السؤال 5. لربما يفكرني ذلك الامتحان في هذا النشاط. وتحية. مساء الخير. إذا سيكون مروري سريعا. إذا بالنسبة للمعطى الأول، إذا ضربت أعمارهم ستحصل على 36. إذا كنت أنا من يعني أتعرض للسؤال سأجيب نعم 36، ولكن المطلوب هنا إذن بما أن المرة الأولى وفي المرة الثانية والمعطيان يعني سيفيدانه في حل الإشكالية أو المشكلة. لم أتقدم كثيرا أو لم أتقدم بعد، أو سيقول ما علاقة لون العينين بأعمار أبنائك. السلام عليكم ورحمة الله. إخوان الكرام، تحية للأستاذ ملوك لجميع الحضور الكريم. بدوري كنحاول نجاوب على المطلوب. كنظن بأن قبل أن نمر إلى بماذا سيجيب سمير، نلاحظ أن سمير وصديق أحمد هناك حوار بينهم غير يعني غير مباشر، يعني يطلب منه كم عمر أبنائه وأحمد يعطيه يعني كاللغز، فيقول إذا ضربت أعمارهم ستحصل على 36، فيرد سمير لم أتقدم كثيرا، والسبب أعتقد هو أن هناك عدة حلول. هناك 1 في 6 في 6، يعني ابنان لهم نفس السن توأمان كبيران، وهو الأصغر له سنة. هناك 2 في 3 في 6، وربما هناك حل آخر. المهم أنه وجد حلول، لذلك يقول لم أتقدم كثيرا. يرد أحمد، إذا جمعت أعماره أولادي يكون المجموع مساويا لعدد نوافذ العمارة، فكذلك سيجد مجموع عدة مجاميع، فهذا لا يعطي الحل. أما عندما يقول له ولدي الأكبر له عينان خضراوتان، فهذا يعني بالنسبة لي أن هناك ولد أكبر، يعني ممكن لا يمكن أن يكون الولد أكبر، هناك 2 يعني توأمان، يعني لكم مثلا 1 في 6 في 6 فهو غير مقبول، 2 في 3 في 6 مقبول. ألاحظ هناك كذلك 3 في 3 في 4، 6 في 4، 3 في 3، 9 في 4، 9 في 4. نعم مشكلة. إذا ربما سيجيب لم أتقدم بعد، وشكرا.